مصطفى علي الشويرني نائب رئيس منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك. نحن كمنظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك رصدنا في السوق الليبي ما يقرب من 300 صنف من المواد الغذائية المحظورة طبقا للمواصفة الليبية رقم 15 لسنة 2015 والموجودة في السوق الليبي، وتحتوي عدد من الألوان الغذائية التي يرمز لها بالرمز E102 104 120 122 123 151 153 155، ونناشد الدولة والجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية في منع هذه المواد وعدم وصولها إلى المستهلك. تتمثل هذه المنتجات في عديد السلع الغذائية من المشروبات الغازية والعصائر والشوكولاتة والبسكويت وحلوى والمصاصة، وهي موردة من عديد من الدول العالم. رصدنا من دولة مصر، من دولة تونس، من دولة تركيا، من دولة الكويت، من دولة السعودية، من دولة الإمارات العربية، من الهند، من جميع دول العالم موجودة هذه السلع في السوق الليبي. ونستغرب عدم تحرك الجهات المسؤولة في هذا الشأن لمنع تناول هذه السلع في السوق الليبي حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.